أهلا بكم. قالت وزارة الزراعة إن قرار منع استيراد عدد من المحاصيل النباتية والمنتجات الحيوانية ما زال مستمرا وبواقع 18 مادة. وأضافت الوزارة أن المواد الممنوع استيرادها عبارة عن 15 محصولا وثلاثة منتجات حيوانية. وأرجعت الوزارة سبب منع تلك المواد إلى وفرتها في الأسواق المحلية. يذكر أن الأنواع المحظورة والواردة بقرار الوزارة تدخل بالفعل إلى الأسواق المحلية بشكل غير قانوني من المنافذ الحدودية بأوامر من متنفذين في الحكومة والميليشيات المسلحة. قال النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي إن العراق أنفق 60 مليار دولار على قطاع الكهرباء لكنه لم يشهد تحسنا ملحوظا في تجهيزها للمواطنين. وأضاف المسعودي أن الحكومات المتعاقبة لا يوجد لديها تصور ولا برامج لحل الأزمات المتراكمة، وهو ما أنتج غيابا للاستراتيجيات التنموية. لذلك ما أنفق على قطاع الطاقة وصل إلى 60 مليار دولار جله للرواتب. ووصف المسعودي محطات الطاقة التي أنشئت بعد 2003 بالبائسة، كونها تعتمد على الوقود الأسود ولا تستطيع العمل في أجواء العراق، وهو ما أنتج في النهاية قطاعا فاشلا. أكدت لجنة التخطيط النيابية أن الموازنة التكميلية ستقر لاستهداف العجز المالي بقانون موازنة 2019. وقال عضو اللجنة محمد كريم إن موازنة 2019 شهدت ارتفاعا بعجزها المالي دون تحقيق مشاريع ملموسة لدى المواطنين، لافتا إلى أن مجلس النواب سيراجع جميع المشاريع التي تم تنفيذها بالموازنة لمعرفة نسب الإنجاز. وأضاف كريم أن مجلس النواب سيقر الموازنة التكميلية لاستهداف العجز المالي، مبينا أن بداية الشهر المقبل سيكون موعدا لدراسة بنود الموازنة التكميلية بشكل تفصيلي داخل مجلس النواب. أنهت بورصة العراق جلسة تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.64% لتصل عند مستوى 478 نقطة. وتم التداول على أسهم 35 شركة من أصل 103 شركات مقيدة في السوق. ارتفعت أسهم 12 شركة، فيما انخفضت أسهم 6 شركات، بينما استقرت أسهم 17 شركة عند معادلاتها السابقة. وسجلت قيمة التداولات أكثر من 4 مليارات دينار، بينما بلغ عدد الأسهم أكثر من 4 مليارات سهم بعدد صفقات بلغت نحو 275 صفقة. نشر البنك المركزي العراقي جدولا بأسعار السبائك والمسكوكات الذهبية للأسبوع الحالي. وبحسب الجدول المشهور فإن سعر السبيكة عيار 25 غراما بلغ 1,450,000 دينار، في حين بلغ سعر السبيكة 22 غراما 1,376,000 دينار، فيما بلغت سعر السبيكة عيار 20 غراما 1,154,000 دينار. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار النفط والمعادن. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.